هنروح للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اللي قال بأن الدولة لن تسمح بزراعة الأرز لمخالفة، وأيضا ستطبق الغرامات على المخالفين وإزالة الزراعات المخالفة كمان. أشار وزير الموارد المائية بأنه قرار تحديد زراعات الأرز بيساهم في حسم شكاوى المزارعين من نقص مياه الري خلال فترات أقصى الاحتياجات. ناشد جموع المزارعين الالتزام بالمساحات التي حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام بواسطة خبراء الري من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر، ترشيد استخدامها، تعظيم الاستفادة منها في ظل محدوديتها، حيث أيضا تم تحديد زراعات الأرز المصرح بها لهذا العام على مستوى الجمهورية بحوالي 1,100,000 فدان على مستوى 8 محافظات بالوجه البحري، وده بالتعاون مع وزارة الزراعة مع حظر زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها وتوقيع غرامات أيضا على المخلفين.